عودة لمتابعة حديث، لا مش حديثنا، حلقتنا مشاهدينا بتنين الأسرة، وبينضم لنا الصديق والزميل باتريك خليل، فنان وناقد موضة، أكيد بجولة جديدة اليوم على إطلالات النجمات بالعالم العربي وحول العالم. وباتريك بيرصد مهرجان البندقية السينمائي لسنة 2023. باتريك يا هلا. هلا فيكم، اشتقت لكم كثير. نحن كمان. هاي باتريك. هاي كارن. يعني في كوارث وفي مش كوارث، اشياء ظابطه وحلوه كانت كثير بمهرجان البندقيه. خلينا نستعرض بعض الاسماء وبعض الصور ونعلق. يلا انا جاهز. دغري هيك ستريت فورورد. يلا بنبلش نشوف صور. حسب شو رح نبلش هلا، بس بتخيل يمكن معقول نبلش. كيف بتقيمه بالمجمل؟ خلينا قبل ما نفوت بالصور من هلا لنشوف. كان في فتنا. كان في لا هلا بعد ما فتنا عم نفوت بالنجمات الوطن العربي. بفضل نبلش ب جورجينا رودريغيز بالفستان الاحمر، لكن عن جد نكون عم نفوت بمهرجان البندقيه. في كان اطلالات حلوه، خاصه انه كان في فستانين انا كثير عجبوني لزهير مراد. ضو باللون الابيض، في رجعه للابيض والابيض الاسود، وانت شفناك بالابيض الاسود من النور فتح الله، واللي صح. بيشبه الاولد هوليوود جلام اللي كثير دارج، يعني ريد كاربت ستايل بامتياز. بالاضافه للجلوفز، اوبرا جلوفز كثير راجعه على الساحه، عم نشوفها بالاعراس على الريد كاربت. فينا نشوف الصوره اللي قبل بس او خلينا كثير واضح. كثير واضح، مثل ما عم نشوف هذا الفستان هو ريدي تو وير لإلي صعب هلا. كثير شبه لفستان اللي لبسته جوليا روبرت ببريتي وومن، كثير عملوا ايدنتيفيكيشن معه، لانه هو بالفعل في تقارب كثير خاصه الابر بارت. انما شو اللي خلى هالاطلاله ما تكون موفقه لجسمها لجورجينا؟ انه الرباط كان موجود على الهونش، على الاوراق، عرض لاوراقها، ضيع لها الخصر، وما عدنا شايفين الا الوراك اللي هي اكثر منطقه منا حلوه عند جورجينا، لانه كثير بارزه بشكل، حتى البطن بين، يعني بين بشكل منه حلو. نحن مش ضد الكيرفز، ولكن اذا بتشوفي المانكان كيف طالع عليها الفستان، وبتشوفي على جورجينا كيف طالع، واضح الغلط، واضح انه قد ايه برز لها وركه بطريقه منا حلوه، يعني لو الشال كان معمول للجزء العلوي كان برز له خصره اكثر. وكان عطا في شيء ثاني زعجك باتريك؟ الجلوفز. ثانك يو. اللون الابيض مع الاحمر كيفك؟ ليش؟ واسود بالاجر. اسود بالاجر اكزاكتلي، يعني ما هلا مبينه كانها كانت بسرعه راكده وقالوا لها يلا يلا البسي كل اللوك. انا لقيته منه مرتب، فايبس شوي بير نويل، يعني ابيض احمر اسود. بلس هلا في شغله، هي البوتس منا قاصده يمكن تبينه، بين لما شقلت الدريس، ولكن كثير بالكي، كثير تشانكي، كثير. نحن ما بنعمل هالحسابات باتريك، على كثير قلل من قيمه الفستان. انا برايي لما تكون لون الجلد حلو ليه بدنا نخفيها بجلوفز؟ لون جلدتها هو اللي مميزها، يعني لون السكن تبعها هو اللي مميزها مع لون شعرها مع الميك اب. لما ارتدت القفاز الابيض قلل من كل الاطلاله. لانه اللون الاحمر حلو، بس تشوفيه من بعيد بتقولي شيء حلو، بس تفوتي بالتفاصيل ببين بعدين انه هون غلط، هون الكات غلط، حتى القماش ما كان شددها مزبوط. مزبوط. وهي عم تمشي، خاصه المره وين ببين الاغلاط كثير لما توقف بروفيل، البامب دغري ببين. يعني بدها تكون قاطعه نفس. صح. والا بدها تتحمل انه النقد، يعني شو بدنا نعمل؟ اوكي، يعني مش موفقه. مش موفقه ابدا. لا عم نرجع نشوف، حتى عرض لك كتافها كثير، يعني البوت ناك الاوف شولدر يا حول، بوتين مش ظابط ابدا. وشفتوا عرض عرض الورك بين زياده، لانه في عليه يعني السكارف اللي من البلت ان من الفستان، هو احلى شيء. حتى الشعر ما بعرف، الشعر كانه ماشي، قامت من النوم حممت وراحت، مش هيك بينعمل وات لوك، حرام يعني. ما انا هيدا اللي عم بقوله، انه الاطلاله منا نظيفه، منا نيت. منا نيت. شو رايكم بالعقد؟ يمكن اكثر شيء فينا نقول انه ستيتمنت. اكزاكتلي، اكثر شيء ملفت كان هو العقد. صح. كان بده شيء برضه مش راكب على كل ابدا ذا هول لوك، يعني مش راكب. يلا نروح لعند كارلا بروني. يلا كلنا بنحبها لكارلا بروني. خلينا نشوف اطلالتها اللي كان في عندها، هي اطلالتين وتميزت بالسمبليسيتي، شكل جسمها طالع رائع، حتى البراشينج شوفوا قد ايه سمبل، ما في شيء. الورده ما اكلت لها من مدى
رقبتها لأنه هي موديل بالأخير وعندها بروبورشنز كتير حلوين. بدي أقول لكم أنه الوردة رجعة بقوة. الوردة بحد ذاتها شو ما كان نوعها، كانت معمولة من قماش وإن كانت معمولة من كريستلز، رجعة بقوة على كل الفساتين. كمان هيدا اللون الأوليف جرين ما بيلبق لمين ما كان، ليكوا عليها شو طالع حلو، كتير حلو، very simple. هيدا إطلالة نيت كارين، very neat، كتير very بعدين neat. الكونتراست مع لون بشرتها، حتى البراشين سوري الشينيون اللي عملته اللي ذكرتنا فيه شوي بريجيت باردو، الحلق حلق كتير حلوين، كتير حلوين. بس هي بتراعي حدود معينة صح كونها زوجة رئيس، هلأ ما بعرف إذا بعدها لأنه هي تركت هي وساركوزي، بس هلا في كتير قبول عليها كتير كلاس. يعني الدرابيل معمول حتى كل اللي عم يكون براند امباسادر لكتير دور ازياء، يعني رجعت بس تركت ساركوزي ما بعرف ليش رجعت انتعشت رجعت هلا يعني ما بدي رجعت لا ما بدي هون يكون عم بكون شوي هيك عم شجع، بس انه لما النساء عم يتركوا اوقات عم بيرجعوا للشيء القديم اللي كانوا اللي برعوا فيه وعم بيضووا عم بيضووا اولى كارلا بروني شيز ا سينجر شيز ا موديل شيز ا رايتر، وبعتقد من اجمل نساء العالم، انا كثير بشوفها حلوه ما بعرف اذا جراسيوس كثير جراسيوس اكزاكتلي. ريا ابي راشد يلا، ريا كان عندها عده اطلالات كمان ودائما ريا بتكون موجوده على كل نيالا بتشوف كل السليبرتيز اكيد بحكم شغلها صح يعني بحكم شغلها. هلا الفستان اعطاني فايبس كثير اوائل الألفين وشفنا كتير نجوى كرم وهيفا وهبي لبسوا الميرميد دريس. أنا برأيي أول فستان إذا منرجع له بس لما نخلط ما نكون عم نحكي عن الفستانين الفستان الأبيض كتير مسكر عليها. ريا عندها فوليوم تيكون البروبورشن جسمها أحلى، دايما بيلبق لها الفينك أكتر من المسكر. الفينك على ريا بس ما فينا انكر انه عطيها اليور حلوه من الخصر ونازل وواضح انه هي شغله على جسمها. بس الفستان ما في شيء جديد قديم عطاني فايبس انا قديم. ابدا ما حبيت منه ملفت قديم يعني خلص قديم. ومنه للون بشرتها. هلا الثاني اعتبرني برنسس ستايل جديد لها، بس برضو انا بحب ريا بالقماشات البلين مش بالبلينج بلينج لانه بحس بكلها من شخصيتها بالاشياء الهدلي صح والفلوي. بس اكيد الفستان الثاني اجمل، الفايبس تبعه جديده اكثر، الالوان البيستاش مع البيربل مع البينك حلوه بس منن اجمل من الاطلالات السابقه. بدنا نقول كمان انه ريا عملت تقدم تحول يعني اذا صح. بنشوف من كم سنه لورا صح كان كوارث صح. نجوى كرم خلينا نشوف نجوى كرم باخر اطلالاته. انا كثير عم تعجبني نجوى كرم بالديلي ديلي اوتفيت عم تلبس. هيدا الفستان ما قدرنا نشوفه كثير لانه هي هون كمان بدي استغل فرصه لعز كل اهالي المغرب اللي نحن كانت رايحه كثير بتابعونا واعتذر بوجه لهم يعني بقول لهم تعازينا الحاره وان شاء الله يا رب هالكرسي نحن مرقنا بكثير كوارث ومنحس مع الشعوب وهن بحسوا معنا. هيدا الفستان يمكن من اجمل الفساتين اللي مؤخرا لانه نجوى راحت على الغرابه رجعت للأوت كوتور ورجعت للفساتين اللي بتليق حتى لون شعرها مع لون السكن تبعها. 100 مرة تكون بهيدا ستايل متكرر وما تفرجينا شيء غريب وما يكون لابق لشخصيتها ولهويتها. ودوماج انه ما شفناه مزبوط ودوماج انه راح ما بقى فيها تلبسه صحيح. اوكي بالديلي اوتفيت انا بلاقيها عم تبدع التشين بتعرف شو جسمها مساعدها اللون الاخضر هي بتيت بس جسمها كثير حلو لانه بروبورشنال بتعمل سبورت صح. دونك الفستان الاخضر عم بضوي بشكل كثير حلو. بحب شوف هيك شيء مثل اللي هي لبسته عليكم لانه بيلبق للبرنامج اللي انتم بتقدموه وسبق وقطعته بهالالوان انتم صحيح. وبعتقد الناس بتقدر تعمل ايدنتيفيكيشن على هيدا النوع اكثر من الفساتين ديفينتلي اللي بتكون كثير قويه. هيدا الاوتفيت شفناه على نجوى لما كان بزحله عم تشجع السياحه وعم تشجع المهرجانات اللي عم بتصير. انما هيدا الطول علي وعلى نانسي ابدا ابدا ما حدا يجي يقنعني ويقول لي انه بيلبق لانه بقصرهم بيغرقوا فيه. بعدين النول اللي معمول على القميص تضارب مع الديزاين المعمول على التنوره من فوق ضيعوا بعضهم. كان مفروض تلبس بادي تحت التنوره بس تنشوف شكل الجسم يكون فيه انسيابيه. الترانزيشن بين القميص وبين التنوره ضايعه. بس الاطلاله اليجنت كلاسي بحب شوف هيك اطلاله بلا نو على كوين رانيا.
عنوانها 100% وبيطلع كتير حلو عليها. سو بس تعليقي انه طول التنورة بده يكون او اطول دائب الارض او اقصر بكتير كرمال نشوف مدى اجريها لنجوى كرم. هنروح معك لغير نجمات بعد، بس بدي اعرف منك باتريك بالمجمل بين الشرق والغرب، لانه عم نحكي عن يعني صح انترناشونال ستارز وعم نحكي عن يلي عنا. كيف بتشوف الانترناشونال ستارز مقارنه لللبنيز؟ في عم بيعرفوا يعملوا بالانس اوقات اكثر اوقات، والبعض منهم اللي مش كثير يوروبيين يعني مثلا جورجينا رودريغيز بتعمل خبصات عرفتي يعني بتفرق اذا انت اوروبيه مثل كارلا بروني. اي انا جورجينا ما بعتبر التيست تبعها يوروبيين لانه دائما في خبصه ودائما هي يمكن عم بتجرب تاخذ من عنا، بس كتير قصص مع بعضها بتضيع الهويه خاصه هلا يعني اوقات عربيه هي يعني ايه يعني اوقات بتقول كتير الميك اب، اوقات بتقول كتير الشعر، هي شوي من كل شيء. هي هاي المعادله مثل كارلا بروني، حلق حلو فستان عطيها شكل حلو لجسمها. دائما لاحظوا البنات اللي بيكونوا كتير حلوين واللي مرقوا بالاندستري بيروحوا دائما على السمبليسيتي. طبعا صحيح. انت كنت موديل قبل بلاحظ عليك لما تكوني لابسه شيء كتير سمبل بحسك انت مرتاحه مع حالك اكثر، وبحسك ما بدي اقول كلمه تقرفي بس ما بيستهويك الشك ابدا. صح كلنا هيك يعني ما ما ما, ما بتروحوا على حتى فستانك الاسود ابيض. على فكره نحن حكينا عنه كنت انت مش موجوده. ما قالوا لي حكيت مع حبيبه انا وياه وديانا انا وياك وديانا يمكن ايه يعني وجهنا لها تحيه لنور وقلنا انه كان بنطير العائله عليك. كثير بحبها وسبق وحكيت معها وعلى تواصل دائم معها وماي كلاينتس كثير بيشتروا من عندها. شو هالمعادله الحلوه؟ فستان بسيط، جسم حلو، شعر بعقد، ميك اب كان حلو عليها. هي هي ان شاء الله السنه بالميراث يكونوا هيك الاخلاقات. ايه بدنا ننطرهم السنه بدنا نرصدهم. نحن قد ايه عم نروح صوب الغرب؟ ليكي انا بحب لما هن يلبسوا من عنا ونحن نلبس من عندهم، بحب هيدي المعادله لانه نحن عنا عقده شوي انه فرنجي برنجي ما نكذب على بعض من يوم يومنا بس هن عم بياخذوا من عنا الشك، عم بيطلع حلو عليهم اوقات لما يعملوه بطريقه يعني جيلو قد ايه لبست شك من عند زهير مراد صح ابدعت، بس جيلو عندها احلى اقوى ستايلست وهي بتتدخل سو خلص يعني انا اليوم لو بدي اجي اعطيك رايي اذا انت عندك خبره اذا انت عندك خبره رح تقولي لي باتريك بس انا بدي هون هيك وهون هيك اكيد يعني هي مش بس الستايلست هي ستايلست بلاقي لك الفساتين الحلوه بس بتخيل جيلو تدخل باداء التفاصيل صحيح. حتى مع جوتشي غيرت اذا بتحضروا دوكيومنتريز لجيلو بتتدخل بالخياطه شيل هي شيل الكم حلو جيلو حلو بما انك ذكرت زهير مراد خلينا نروح لعنده يلا فساتين الابيض اللي انا عشقتهم كثير حبيتهم خاصة أول فستان عمالة الشمال الهاي نك مع الكريستلز كثير بيعطينا فايبس مارلين مورو كثير بيعطينا أودري هابرن كثير حتى بنجوم مصر بالأفلام الأسود الأبيض حتى الأسطورة صباح إذا بخبركم شغلة إذا بتسألوني مين يعني الفنان الأفانغارديست واللي قطعت بكل اللوكات ودائما بقولها بكررها هي صباح صحيح يعني الله يرحم نفسه اسطوره بكل معنى الكلمه من معنى ما في ديزاين ما لبسته مزبوط بس قليل اللي بيحكوا عن هذا ما بعرف ليش دائما بغضوا النظر وفي فنانين بيطلعوا بيقولوا نحن خلقنا ترند صباح قطعت فيهم كلهم سبقتكم كلكم من ميك اب من شعر من ديزاين صحيح سو هول الفساتين اللي عم شوفهم اولد هوليوود جلام بيسوى نشوفهم بكثير الوان فوشيا اخضر نقوا الفيرسيون اللي بتحبوها مع كمام بلا كمام بس سهل الممتنع simple elegant neat اي بس ابيض بده جسم بيرفكت يعني وبده تانيك حلو وبده شعر وميك اب على القد انا بحبه بالشتاء على فكره كثير حلو خاصه لونج كوت يعني توتال لوك توتال لوك ابيض صح المونوكروماتيك مثل ما شفنا جيلو لما غنت للرئيس صحيح كانت لابسه بتتذكروا الاطلاله مزبوط طبعا دي كانت حلوه وشاده شعرها كانت أكثر إطلالة موفقة فيها جيلو ماجي يلا منروح على ماجي قول علق قبل ما نشوف بلش أوكي اللون أنا حبيته لأنه سامري ايه. وجديد عليها ايه. أوكي كلون أنا كتير عم بحب الألوان القوية وحلو على صفحاتنا نقطع بكل الألوان خاصة أنه هي
سيلبريتي والكل بينطره. هلا بتشوفه من بعيد كتير حلو، جسمه مطوله، عطيه اليور حلوه. لما نقرب شوي لاحظوا لي شوي التنوره والدرابي، اذا بدنا ننزل شوي على الصوره اللي تحتها للمشاهدين بيشوفوها اكثر منا، في شويه اغلاط بموضوع الدرابي، شويه اغلاط اذا بتقربوا الصوره، بس هيدا ما يعني ما اثر سلبا على ماجي. هلا انا ما حبيت لما رفعت فستانها وصارت ترقص فيه. صحيح. انا بحب المره من اول العرس لاخر العرس ضل محافظه وما تخلع، ما تشيل الكعب، بليز بليز، خاصه الامات والاخوه. ما علي هالخمس ساعات ست ساعات لو تعذبتوا، بس خليكم من اول للاخر اليجنت، لانه هذا شيء بيعكس عليكم. اذا العروس بليز عم تشلح الكعب، ما بحب ما بحب ما بحب كمان بليز، يعني ما تحمسوا على هال، لانه هي لانه يمكن لما تتفركش شيء للفستان، مشان هيك كانت عم بتعلي لتقدر ترقص. بس 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 لقطوا لها ابشع فيديو، يعني أبشع هو اللي تداول اكثر شيء على السوشيال ميديا. ابشع فيديو يعني روحنا كل قيمه الفستان والديزاين الحلو واطلالتها الحلوه بهيدا الشيء لما ترفعوا. سبحان الله كل شيء له شيء. ما بس باتريك نحن ما عم نروج، بس لانه عم نروح صوب السمبلسيتي وعم نروح على رياحتنا، مش بس سمبلسيتي باللوك، بانه نحن نكون مرتاحين. فالعروس هي عم تشرح تلبس كومبرس. بس هيدي الليله اتحملوا شوي واعملوها. تجوزنا من زمان. بس قطعت. بس هيدي الليله بس خليكم قد ما فيكم اليجنت بالاتيتيود وبالبيهيفير، وعلى السوشيال ميديا ما يتنقلكم فيديو بلا طعم. انتم مش قصدي، انتم مهضومين وحبوبين وبتعقدوا. انا بحبها كثير لماجي، ما حدا يفهمني غلط. بس هيدا الفيديو اللي تنقل اكثر من الصور الاساسيه. معك حق. سو انا هون عم دور على الصور الاساسيه، اطلالتها حلوه. كمان في شغله بدنا ننتبه لها، لما بينشد الشعر لورا خاصه لما يكون اشقر او اسود الاثنين، عم ببين هون اذا وحده مرجعه راسها صلعاء، عم بيعطي كثير بشع. للشعر الاسود كيف عامله كارين؟ فرقه. كيف انت عامله؟ فرقه. ما تعملوا هيدا الشيء اللي راجع لورا، بالصور بيطلع كثير بشع. ببين هون اوتوستراد، ببين مدى كثير بشع. كله بلا فرق قصدك؟ صح. اوكي. يعني لما عم بيرجع لورا شو ما عملتوا موديل، دائما احسبوا حساب تعملوا فرق عم بيطلع اجمل. اذا ما بيلبق لكم على جنب اعملوا على النص. بس ما تعملوا هيدا الشيء اللي لورا، بيعطي كثير للفرونت والهير لاين بيصير بشع. مدى طويل. الهير لاين بيصير احلام. أحلام عم تتوافق مع زهير مراد، ولكن أنا كتير عم بحبها لما تكون يعني خلص ما بقى في يشوفها بالخرز، كترت كتير لدرجة إنه ضيعت قيمة كل الفساتين، لأنه مرقت بكل الألوان بكل أنواع الأحجار مع الجولري تو ماتش. يعني صرت بس شوف خرز عم بعبق قلبي. أي صحيح عن جد. خلص. أي عن جد. الأزرق شوفوا شو حلو، فيري نايس. الدرابي من فوق لتحت دجا هي طويلة كتير، في ناس بيقولوا لي هي قصيره. احلام طويله، احلام ما بتلبس كثير كعب، احلام من الفنانات الطوال عندنا بالعالم العربي. بقى الدرابي المعمول اللون الازرق مع لون سماره، لما شوي من كل شيء بنرجع بنقول نوصل للبرفكشن اكثر. دونك بعطي بيج يس وبيج لايك للفستان الازرق. وكمان هذا الفستان شو ما نقيتوا لون عليه رح يطلع كثير حلو ودريس اوف اول تايم. فيكم ترجعوا تعدلوا فيه، تعملوا فتحه، تعملوا تشيلوا كم ايه كم لا، تقووا الجولري، مره ترفعوا شعركم مره تفلتوه، بس دائما تستفيدوا منه اكثر من الفستان الاصفر. خاصه خففوا ريش، خففوا تكونوا دجاجات بالاعراس، لانه ريش طالع من هون وريش طالع من هون وريش طالع من تحت، عرفتونا الريش. بس مع احلام سباريش مع الريش سباريش جيتو. بس مع احلام بالذات باتريك ما في شوي من كل شيء. ما هيدا اللي عم نقوله، مشان هيك الازرق احلى قليل لتشوفيها بشي سمبل. الازرق ما كانت زيدتها جولري وشعر وميك اب وهيك. هلا الصوره نحن عنا بعيده شوي، هاي المفارقه انه بالازرق كانت كانت سمبل. هاو كام ما بعرف. وبدي اقول لك شيء، وهي احلام اصلا ضخمه. صح. يعني منا حدا ما بتقطع ايدها بيرسيت اصلا، يعني ضخمه طويله وكل الفيتشرز عندها كبار وكل شيء فيها تكاوينها كبيره، تلبس اشياء بتصير يعني مهرجان. طبعا انا مهرجين. مثلا ريش بالاصفر اتس تو ماتش، يعني فوليومنس بشكل كثير كبير، وحتى جولري معه وشعره اسود وبراشينج والميك اب وجرافيك لاينر، تو ماتش، تو ماني ستيتمنتس. حرام. بعدين وقت واحد يكون جسمه هالقد طويل، اعطوه فرصه لجسمكم يبين، اعطوه بس هيك تشانس لجسمكم انه يبين. كيف كارلا بروني انتقص شيء من
من حضوره غير يعني كارلا بروني كمان الاوليف جرين شو صعب انت على فكره بالبالك الاوليف جرين كثير صح ما معقول على فكره من الالوان اللي رح نرجع نشوفها بالشتاء مع اللون الدرائي ولون المشمشه تقولهم بالعربي في صوره لقلي باوليف جرين بس ما في ينزلها هلا لانه ناطره شيء ينزل لاقدر نزلها رح تعجبك كثير يلا نبقى بنعلق عليها اكيد بس حبيت انه في شويه الوان غامقه هالشتويه لانه كثير في الوان فاقعه جدا على فكره في عوده لقلك للون الرمادي لانه انت بيلبق لك الرمادي لا ما بحبه ما بتحبيه بس انت مع سمارك انت مسموح تلبس سيلفر ورمادي غيرك ما بيلبق له سيلفر بحب ايه ورمادي والميتاليك رمادي ما بتحبيه ما بحب. انا واحد من اجمل الالوان ايه. هلا دارج كيف رمادي مع بينك مثلا ايه بكره البينك يا محلى الرمادي قدام البينك انا يو نو مي اي هيت بينك ام نوت ا باربي جيرل ات اول بس البينك الفاتح هيك بالشتاء مع الجريل فاتح انا بليكي رومانتك كثير رومانتك فيري رومانتك حتى الشاب لما يلبس بدله رمادي مع شوميز لايت بينك مع برونزاج على الشاب قصه ثانيه عم اقول لك علي ما بقى بقى. مش ما بحبه كلون علي ما بحبه بس انه بعرف. اكيد بوثق بنظرتك امل كلوني امل جرستنا صراحه ايه عن جد جرستنا عن جد جرستنا لا ومبسوطه لا. نسيت السلسل اللبناني الموجود عندها ايه بدي لكم شغله غريبين برا ايه؟ كيف هيك قطعه مجدوها ايه طب كيف طب كيف اول شيء شوفوا لي القصه تحت الخصر يعني هيدي شو ايه التول شو الشعر شو الميك اب شو الضعف شو الضعف شو الانوركسي شو ايه يعني ضعف شو بدي هيدا فستان بعتبره كان محطوط بصندوق عتيق عتيق باسطبل هو فينتج لك من مين عرفنا اتس ا فينتج فينتج دريس اوكي بس كثير عتيق حتى منه مكوي حتى ببعض الفيديوهات مبين مجعلك اوكي انا احنا عرسنا وعينا الفينتج لما كيم كارداشيان لبست مارلين مورو بالمت جالا لبست لها فستانها الكريستلز كله كريستلايزد هيدا فينتج بس فينتج عن فينتج بيفرق تفرق يعني لا هيدا ما حرام نقول عنه فينتج هيدا فستان عتيق مبهدل لا القصة حلوه لا مش حلوه ولا الفستان عليها حلو من ابشع اطلالاتها هي 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 ضعف هي كثير ضعيفه ما بعرف عشو يعني بياخذوها ايماج وهي كثير كثير مثل التعليقه يعني كانك معلق انه مش معقول حدا يكون ضعيف ملاحظين المفارقه عند امل فيها بنفس الجمعه تبين كثير حلوه يعني نفس الجمعه تبين حلوه وتبين بشعه شو بدي بامل هلا احكي لنا عن جورج ما خص انتوا اللي بدكم تحكوا انت قول قول سهرنا العزيز انا ما بقى فيي اقول شيء تعال لبنان خيي انا ما فيي اقول شيء ناطرينكم بالمندلون جمعه الجاي كل ما بيكبر كل ما بيجوع كل ما بيحلو صح بس انا ما بحب هالاطراء الغلط على هيك فستان هيدا ماكسيموم شوميز دنيوي شدني ازواق يا باتريك لا ما فينا في اغلاط تمام هيدا ما فينا انا شجع التينيجرز اقول لهم البسوا هيك في اغلاط الفستان من فوق لتحت هيد تو تو مثل ما قال كارين يعني خلص جرستنا المره نحن مش هيك مش لقلنا لا ما عم اقول لك ناسي الشلشل اللبناني اللي فيها يعني نحن صح. معروفين طيب لنحكي عن الشتوية شوي ذكرت لنا هيك شوية المشمش احكي لنا ايه كفي لنا وقلنا عن القصات اوكي المشمش والدراء كثير كالوان عم بقولهم بالعربي كثير دارجين الوان حلوين حتى دارجين كونتراستي مع اللون اللي انت لابستيه غرامي انا هيدا يعني اللون بنفسجي مع الاصفر البيربل مع الاصفر بلوكينج كولر بس بدي اقول لكم شغله تما تغرقوا بالاكاذيب اللي بتطلع ما في شيء مش دارج يعني مش معناتها البوردو راح ما معناتها في عوده للاسود والابيض شيء مش طبيعي كل الرانوي شفنا اسود وابيض ورده حمراء اسود وابيض ستيتمنت بحد ذاته كل شيء دارج ما في شيء منه دارج في عوده لالوان نحن ما بنحبها انا صار مادي منه المفضل عندي شفت متفقين صح بس انت سمرة انت تمار بيلبق لك انا ما فيني اجي الا لمره بشرتها بيضة البسر مادي يعني رومي ورينا شيباني شفناهم بألوان نيود لاتي ورمادي ما حبيت هلا عم نحكي عن شيء انا ما اني حاطط صور بس فيهم الناس يتابعوا مثلا رومي ورينا شيباني لما شفناهم بالميراكس دور او بمس لبنان قبل
كانوا عم ببدعوا باللبس بالالوان القويه. بعرس اختهم ما شفتهم توفقوا. ليه على طول بالاعراس اللي خاصه بالعيله بنروح على البلين اكثر وبنروح على السمبلسيتي وبنوقع بال بس ما ديزاين ديزاين كثير حلو لانه هن طوال بس الالوان مش موفقه. رائعات طبعا ديزاين واو نيكولا جبران ابدع ولكن الالوان مش لالهم. وعنا بخطا اللون. شوف اللون قد ايه انرجي حلوه وقد ايه غلط انك تختاريه. يعني طب شو بالنسبه للقصات الكوت شو دارج؟ دارج كثير الكوت ينلبس لحاله هو يكون القطعه يعني كوت دريس حلو لونج كوت دريس حتى حنشوف كمان بالكوتور مع بلت ايه بالكوتور حتشوفي كوت دريس مع كريستلز حتشوفوا كثير بليزرات محطوط عليها بروشات كثيره شفناها قبل هلا حتشوفوها اكثر شفناها عند الكسندر ماكوين كل شيء كورسي كمان رجع دارج عم نحكي كوتور اوكي هلا اذا عندكم بليزر ما بقى بدكم اياها جراد لونه كبوا عليها جليتر كبوا عليها كريستلز ترجع ستيتمنت اوكي هيدا عم نحكي اذا بدنا نعطي شيء كرييتيف للنساء يشتغلوا عليه دارج سبلاش اوف كولرز يعني فستان اسود كولرز اوكي كثير قصص دارجه هلا تياب الشتاء احلى let's say اتقل ارقى ارقى افخم 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 بس مش الشتاء ايه هلا يعني let's خليني وضح هلا انا بموت بالشتاء مشاهدين بيعرفوا انا بموت بالشتاء وانا في حدا يعني ناسي اسمها دكتور لما عملت لي حساباتها بعلم الطاقه قالت لي انه انت الشتاء بيناسبك كثير انا الصيف ابدا ما بيناسبني كآبه انت بيتوتي كثير كآبة الصيف كآبة تمار بتاعك انا بعرف ايه ما بطيق الصيفيه باتريك وقليل لاظهر بالنهار انا بالنهار انا فامباير من فصيله الفامباير اصلا منك مورنينج بيرسون ابدا ايه ابدا بس انا بوافق الراي انه اللبس الشتاء حتى للرجل اجمل بكثير صحيح يعني المعاطف البدله مع المعطف دارج كثير السوت فوق كوت طويل شكل مش طبيعي أوكي. وشو بيعطي أنيق يعني للرجال وللنساء صحيح سو خلينا نشوف هلأ بركي جمعة الجاي لا جمعة الجاي عنا ميراكس دور اللي بعدها تنزل النقشات مزبوطة منحكي عنها أنا وياكم بالتفصيل المهم بيرفكت منا نشكر وجودك معنا باتريك ونقول لك يعطيك ألف عافية so we love you so much لألكم. See you next week إن الله رأيك للإشتراك زوروا موقعنا alphatv.com أو اتصلوا على الأرقام التالية ألفا قنوات الأسرة العربية